السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اتكلم دكتورة؟ اتفضلي حضرتك دكتورة مايك. حضرتك انا حلمت ان انا كنت عند بيت اهلي ومعايا هناك وبعد كده هو سابني ومشي من بيت اهلي راح على شقتنا وبقى يكلمني في التليفون يقول لي ان في حاجات في البيت بتظهر له وواحدة معينة كده بتظهر له وبيقول لي دي مطلعة عيني يعني هي مش بني ادم لا هي حاجة تانية وقال لي اسمها وبعدين انا دايما اصلا بقى في شقتي اسمها ياسمين. هو جوزك بيسافر ولا حاجة؟ لا خالص. طيب كملي. فانا دايما اصلا بحلم هنا في شقتي ان في حاجات بتخوفني بالليل مع ان انا بقعد في شقتي انا جوزي بيرجع متاخر بالليل وبقعد عادي مفيش اي حاجه في شقتي وفيها طالع قران ودايما بنشغل قران وبنقرا قران وكل حاجه. هقول لك ما تقلقيش خالص. في حاجات بتخوفني. عندك ولاد؟ لا. طيب هقول لك حاضر. بصي هناخد يا دكتور معلش اتصال تاني معانا سلوى. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ايوه انا سلوى محمد. اهلا بيك. اهلا بيكي نورتي. ازيك يا دكتور؟ ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. انا بكلمك على طول ربنا يكرمك يا رب. انا عندي حلم لبنتي انا بكلمك على طول وكل مره تبشريني هتتجوز ربنا يكرمك. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله تبشرك المره دي كمان. اللهم امين يا رب. دكتور هي من اسبوعين حلمت بابا متوفي. الله يرحمه. حلمت ان هي ماشيه هي وبابا على طريق ساحلي زي راس البر الاسكندريه حاجه كده تقول الجو حلو. تمام. بس بابا بيدور على زيت صبار وعايزه ازازه ازاز متعشقه بقى خشب ارابيسك ومشينا هما الاثنين وبتدور معاه على حاجه زي كده وبعدين مره واحده لقيت بتقول لي جيل في سناني فبعمله بصوابعي بشيله بصوابعي لقيت ايه؟ وجالي ايه معلش لقيت ايه؟ جيل في سنانها جير. انا فسرت الرؤيه دي. لا انا اول مره اكلم حضرتك فيها. الجير ده كنت حضرتك من واحده من اسبوعين كلمتك فعلا وانا كنت قاعده معاكي اطلب حضرتك بالظبط. فبابا حتى بيقول لها ايه ما تخافيش هي توجعك شيليه واحده واحده وما تشوفيش. ايوه ده كان من اسبوعين اتحطت على كده على اذان الفجر قامت صلت الفجر. طيب حلمت حلم اول امبارح يا دكتور مراعبني بتقول لي انا هي احنا متربيين بعيلتي بتقول لي كل قرايبنا يا ماما في الشقه بس مش فرح تجمع عائلي وانا في الاوضه مش عارفه اظبط الطرحه هي محجبه وهي عندها ثانيه من وهي سنه ثانيه ثانوي هي عندها 30 سنه دلوقتي. وقال لها يا بنتي طب عادي خدي بشعري قلت لي مش هخرج بشعري الطرحه مضايقاها مش عارفه تربطها في الاخر ربطتها بس الرابطه اللي مش راضيه عنها المكياج تقول لي الروج الاسود على وشي عينيا مش عارفه ارسمها المهم انت بتستعجليني فخرجت عشان الناس بس مش فاضيه عن نفسي. مرة واحدة لقيت نفسي في بيت قديم هي بيجي لها خطب وبتقعد ترفض وكده؟ نعم في خطاب وكده بتقعد ترفض؟ والله هو بيجوا وبيمشوا يا اما هي ترضى وهو ما يجيش كده يعني. طيب هقول لك شايفه ان في حاجه معموله لها بس هي مش مقتنعه مش عايزه تمشي باي حاجه ليه ده السحر موجود في القران يعني ده وارد قوي وبعدين احنا عندنا العلامات الكتيرة اللي بتبين ان البني ادم طالما في حاجة ما بتكملش والدنيا واقفة. طب الوقف ده بيبقى ايه؟ بيقول لك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف امتي ميتون بعد القدر بالعين. تمام؟ ممكن يكون عين ممكن يكون حد يعني في اكتر من الرسول. الرسول اتعمل له سحر هتكون ايه هي بنتك ولا احنا ولا مين؟ يعني ده وارد الرقية الشرعية قرآن لو هي ما بتعترفش لا في حاجة اسمها قرآن تقرأ القرآن وان شاء الله ربنا يزيح عنها الشر ده لان معنى انها مش عارفة تتزوق مش عارفة تطلع لعريسها الطرحة مربوطة مش حلو كده ده معنى كده انها الجوازات دي كلها تبوء بالفشل مش راضي عنها ولا هم راضين عنها ولا في بعد يعني مش بتكمل شوف السبب واذا عرف السبب بطل العجب. طيب احنا